لو الحكاية فيها إن فيجو. أخبار امتحان العلوم إيه؟ الامتحان كان كويس وكان جميل خالص وكان سهل خالص. يعني فيه تناول الطالب المتوسط؟ تمام. مكانش فيه أي جزئية صعبة؟ لا خلص كان كله كان سهل خالص يعني. طيب بالنسبة لأسهل سؤال، أسهل سؤال في الورقة؟ كان السؤال أول كان سهل يعني الامتحان كله كان سهل وكويس. طيب مفيش عينات مثلا كانت محتاجة وقت من التفكير؟ عينات أسئلة محتاجة وقت؟ لا هو بس السؤال بتاع الرسمة بس هو اللي خد وقت شوية عشان المسطرة أصلا ما فيهاش الرسمة دي. وكله من داخل المنهج؟ من داخل. طيب الأستاذ أيمن عبد العال مدرس أول للعلوم، تقييمك للامتحان؟ تقييم بأمانة الامتحان كله مجملا للطالب المتوسط وفوق المتوسط تحت المتوسط تمام، وتم تمييز الطالب المتميز الذكي بنقطة واحدة على مستوى الامتحان كله. اللي يعني هي نحددها اللي هي الرسم في جزئية الرسم في الامتحان كله. السؤال الخاص بالرسم. الخاص بالرسم. يعني الورقة الامتحانية عموما كلها الطباعة جيدة في مستوى الطالب المتوسط من قلب المنهج، فيها كل مواصفات الورقة الامتحانية بأمانة وصدق والله. بالتوفيق. فيجو.